انسجاماً مع روح شهر رمضان شهر القرآن، جرى تتويج طلبة من إفريقيا جنوب الصحراء الفائزين في الدورة السابعة للمسابقة الوطنية لحفظ وتجويد القرآن الكريم التي ينظمها المجلس العلمي الجهوي لجهة الشرق. يشارك فيها عدد كبير من الطلبة الأجانب، طلبة يعني جنوب الصحراء. كانت هذه المرة يعني شارك فيها عدد كبير، وهذه المباراة يعني فيها صنفين، فيها فرعين، فرع حفظ القرآن الكريم وحفظ يعني وكذلك فرع دل التجويد. أشكر المغاربة وشيوخ الذين تركوا أوقاتهم وجاءوا لخدمتنا، وأسأل الله أن يدوم الصلة التي بين غينيا والمغرب، وأن يبارك فيها ويبارك فينا جميعا. وتم خلال هذه المسابقة توزيع الجوائز والشواهد التقديرية على الفائزين خلال حفل إفطار جماعي أقامه المجلس العلمي على شرف الطلبة المنحدرين من هذه الدول والمشاركين في المسابقة التي نظمت بشراكة مع اتحاد طلبة المسلمين الأجانب ومركز الدراسات والبحوث الإنسانية بوجدة. لا إشراف المجلس العلمي الجهوي لجهة الشرق على هذا النشاط وحضور الرئيس الذي ما فتئ يوصي بالاهتمام بهؤلاء الطلبة ودعمهم ماديا ومعنويا، حيث وضع رهن إشارتهم مدرستها بن عدي لتحفيظ القرآن الكريم. أصبح عقد هذا اللقاء سنة ماضية في هذه المدينة، الآن نحتفل بهذه المناسبة لدورتها السابعة. هي مسابقة من شأنها تحفيز حفظة القرآن وتعزيز الروابط الأخوية بين الشباب المسلمين، وأكد ترسيخ القيم الإسلامية وثقافة السلام فيما بينهم.